بسم الله بسم الله يا ربي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الإخوة الكرام، أرانا في مدينة زلفانة، مدينة الحمامات المعدنية زلفانة. ها زلفانة ولاية غردايا، جاية ما بين الطريق الرابط ما بين غردايا وورقلة، مدينة سياحية بامتياز. ها هو وقت السياحة في زلفانة، سياحة الحمامات. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أبوني في لاشين خاوتي، الله يحفظكم إن شاء الله. جام كومنتيونا على فيديو إن شاء الله، ربي يحفظكم، الله يسر علينا وعليكم إن شاء الله. هكذا من زلفانة إن شاء الله نتجه إلى مدينة غردايا، تبعد حوالي 61 كيلومتر منا مدينة غردايا. هاي الرومبوا الكبيرة تاع زلفانة. هنا كاين لي زوتيل اسم اللي الجماعة اللي تحب تجي تعقب لي مات هذه إن شاء الله. ها فندق غزة، ها هم فاصلين فندق غزة، يعني ما شاء الله. هذا هو وقت السياحة تاع زلفانة. كاين الامن الله يبارك ما شاء الله، والله ما يجيسك وما يهدر معك واحد هنا في زلفانة، يعني كي تجي هنا روعة ربي يبارك. هاكم تشوفوا خاوتي، هذه هي مدينة زلفانة. هكذا البولفار هذا نخرج ويخرجنا ديريكت الطريق الكبيرة اللي تخرج الغردية. ها شوف هذا الكومبلكس توريستيك الله يبارك قد هيجي ما شاء الله، على اليمين تبارك الله ما شاء الله، الله يبارك. هاكم تشوفوا خاوتي، هذه الخرجة تاع مدينة زلفانة. بسم الله يا ربي. هكذا كاينه واحد 60 كيلو على غردايا. استغفر الله يا ربي، واحد 60 كيلو هكذا كي واحد 60 كيلو هكذاك، واحد 65 كيلو لاخاش تبقى لك من على ورقله، تبقى لك 140، تبقى لك من على ورقله 140 كيلومتر. داري هذا على الجبل ما تلقى قوة ضبط الطول. يا يدير هالك يا. يدير بس نسيبة ولا. لا صحيت. هذا البون خاوتي مع الخرجة نتاع زلفانة. هذا البون جاي مع الخرجة نتاع زلفانة باتجاه غردايا. جيت اون فاصلين شوية الشمس. فما زلفانة مدينة النخل، مدينة الواحات، عندهم هنا التمر. هنا يا خاوتي نوصي خاوتي، هنا هي مع الخرجة نتاع زلفانة. اتونسيون تعود شويه على القانون المرور هذا، ستوب وهذا لا لين كونتيني مش عارف انا، لاخاطش الماطره توجور هذه بلاصتهم. الولايه تكمل هنا الله يبارك. زاد زاد يا الله يا كريم. بسم الله يا ربي، خارجين لك تبربي من مدينة زلفانة باتجاه غردايا. كما كنا نقولوا هذا وين خاوتي، هنا قانون المرور، هنا قانون بحقه. ها نقول لك هنا ممنوع دوبلاج، ما دوبليش. راك تشوف فيها دوبل فوا، ممنوع دوبلاج خويا، ما تحاولش تفهم انت واش كاين. الدوبلي يحكم كل المطر عليه. خاطش الطريق هذه تغلب لي موطار وبلي جوندار. باينه لي توريستيك لي توريست يجيوها ياسر. منطقيا كاين بزاف الامن هنا. تلعب تفهم شويه نحيو لك البيرمي هنا وتعشي في بروسي وتعشي تجري وانت جاي توريست. شفت المشكل وين راه؟ حبه حبه مولاي خاوتي مولاها يروح. راهي شويه سخانه، راهي 23 درجه هنا ورانا في مواد ديسمبر.
رانا في النص تاع ديسمبر، سما رانا في الشتاء، بصح هنا الحاله مربعه ربي يبارك روعه. اليوم طاحت شويه النو ما شاء الله. الله يبارك لي ماتريكيل كامل هنا، ها يجيو هنا الغردايه بارتو. الزلفانه خاطش وقتها وسورتو مع الفاكونس تاع الاولاد دوك الايامات هذه، ان شاء الله في القد الدنيا مبرطقه. مشكل هذه ستاسيون خاوتي تاع البرشمة، هذه مدينة الحمامات المعدنية الزلفانة، تشكركم عن زيارتكم. ادروات غردايا ورقلة، اغوش ورقلة حسي مسعود. هاي خاوتي بسم الله يا ربي، الاتجاه الى غردية. ما شاء الله. خاوتي هذه البراشمات حاسي النمر، هذه النمر، هذه زون بتروليان، هذه هنا فيها حقول البترول كما تاع بركاوي، كما تاع الحمراء، كما تاع ورقلا والحاج مسعود. هاي على اليمين منا، هذه هنا ثروه كبيره تاع بترول يدور هنا. هذه مع طريق قريب مع بقات واحد 25 كيلو غردايا، بقات 30 كيلو غردايا. هاي من على ضربات تلقاو حاسي النمر، وادي النمر. هذه منطقة تاع بترول، منطقة تاع شركات سوناطراك جي تي بي كرم هنا. حالة الصحراء خاوتي هاكم تشوفوا، طريق مخدومة الله يبارك ما شاء الله، شوية فاسدة مكسرة بصح تمشي مليحة، هم يخدموا فيها دوبل فوا، دوك نلقاهم من قدام يخدموا فيها، يحوسوا يربطوها دوبل فوا مع تاع ورقلة، وين يربطوها هكذاك تجي روعة الله يبارك. ديجا هذا المقاول ويخدم هنا في البون في القنطرة، لاخاطش هنا جاية دوبل فوا. ما شاء الله طريق كبير. هاي الله، ها من هنا المقاول ها وراه يخدم، شفتوا خاوتي دوبل فوا وراه هي، هذه وراه لاحقة. صحراء قاحلة، واش إن ما طريق عامر الله يبارك، يعني يكون يقدر عليك ربي حاجة ما يخصك والو هنا. طريق عامر الله يبارك ما شاء الله، مام غردية قاعد مش بعيدة منا، معليش مولا ما يخافش. هذه بربي ان شاء الله منا بالك على واحد 3 شهور ولا 4 شهور تلقى طريق تمشي.
كاين شويه صابل خاوتي، بدا يتحرك شويه الصابل، وانما مش حاجه كبيره. مليح برك. الله يبارك لي زونجا هنا المقاولة ويخدم ما شاء الله. هذه البراش مال اخرى تاع ايت الخير. ها آه يا خاوتي على لاغوش وبالحسي نمر جات على ضربات وهذه تجي على لاغوش كي نعود رايحين من زلفان الغردايه. ها آه ايت الخير نجي على لاغوش ثاني توجور فيها البترول والمشاكل تاع الشركات البتروليه كيما صنع تراكم ثاني هم هنا ثاني متركزين. ما شاء الله بسم الله يا ربي. ها خاوتي الرومبو الكبيرة تاع المنيعة، المنيعة عين صالح تاع من راست. هذه الرومبو الكبيرة هنا، الرومبو هذه مع الخرجة نتاع غردية، الرومبو هذه المرسو الجارنية هذه تهبط للورقلة وعيناميناس وهيليزي وزلفانا، ومن هيه المنيعة وأشقائها، المنيعة وعين صالح تمن راست أضرار تيميمون. هاي خاوتي الرومبو الكبيرة هنا حطوا لهم طريق اللور جديدة تاع غردية. هاي وين راهي من هيه؟ ايه ولا ايه ده من خلق. ها يا خاوتي هذه هي الرومبو الكبيرة تاع تمن راست والمنيعة مع الخرجة تاع غردية. دوك منا نفوتو منا ثاني على البراش تاع متليلي، متليلي شعامبة دوك نلقاوها ليها عند البراش تاع الجدرمية. يا ربي بسم الله نزيدو نفوتو على المطار تاع غردية ونفوتو على بونورة، ومن بنور على كتب ربي نخرج بوهره ونخرج. ها جنان تاع زيتون هنا، هذا ملام داير عين لهيه يشربوا منها من الناس. الله يبارك ما شاء الله الماء تاعها حلو ما شاء الله. بسم الله يا ربي ما شاء الله ما شاء الله. او كاين شويه الريح خاوتي تبان لي عينها في الصابل، تبان لي عينها في الصابل، يعشي العشية العشية الصابل يضرب. ها نطلينا على متليلي، هذه متليلي القديمة، متليلي جديدة من ثم ونهبطو بعيدا منا واحد 20 كيلو. آه مثلي هذه مثلي جديدة اللي قدام تحت القديمة. مثلي الجديدة
هذه مثل لي جديده، مثل لي القديمه يبقات منها واحد 20 كيلو ثاني ما شاء الله. هاي العين خاوتي اللي قلت لكم دايرها السيد، الناس يتعمر في الماء ما شاء الله تبارك الله. هاي نعمة صدقة جارية عليه الله يبارك. ها دائما نفوت هنا كاين توجور الغاشي هنا يعمر، يجي مقصودة بزاف العين تاع الماء تاعها مليح الله يبارك ما شاء الله. هذه مثل لي جديده منها، خرجوها هنا للطريق. مثل لي القديمه مسالت شويه هنا بعيده واحد 20 كيلو. هاي مشويه منها على لاكوش ونهبطوا طريقها على لاكوش عند البراج تاع الجدرميه، براج فيكسي ها وراه، ونهبطوا واحد 20 كيلو نلقاو مثل لي ثاني معروف مدينه الله يبارك، مدينه عتيقه مدينه قديمه ما شاء الله. هذه النوفيل فيل خرجوها هنا تاع متليلي. هاي ما شاء الله. ها نلحقنا عند الروبوا. هاي وراي تبان قدامنا. باراج فيكسي تاع جدرمية هنا الرومبوا تهبط المثليلي سبسب ثاني تخرج المنيعة، عندها تخرج طريق تخرج من هي المنيعة. هاي خاوتي من على لاكوش مثليلي شعنبة. هاي خاوتي هذه هي الرومبوا. هذه الرومبوا تاع مثليلي الله على لاكوش ديريكت ونحكمو ديريكت ديريكت لمثليلي شعنبة. احنا نكملوا كما رانا مباشرة الغردية ما شاء الله. كلينيك غرون سيد، كلينيك الجنوب الكبير. هاي جاي على الدروات، هي اللي كلينيك غردية. هاو المطار تاع غردية، هاو جايين على الدروات. هاي المنارة تاعو تبان، هاي الرومبو تاع المطار، المطار تاع غردية. هاي يا خويا الرومبوا تاع المطار، هذه الرومبوا تاع المطار. الجامعة تبان لنا من بعيد، الجامعة تاع غردية هاي تبان لنا من بعيد، دوك نلحقوا ليها. الأجواء مليحة الله يبارك، الأجواء ربيعية، شوية الريح برك شوية الريح، أبار الريح روعة الله يبارك، حرارة مليحة معتدلة ما شاء الله. بسم الله يا ربي. هاي الجامعة تاع غردية على لاكوش خاوتي، مني يبدا الحرم الجامعي. هذه هي الجامعة تاع غردية، كلية العلوم، كلية العلوم الاقتصادية، كلية الآداب والفلسفة. هاي وراهي جامعة غردية، هاي الريكتورة
القطب الجامعي واحد، جامعة غردية هاي على لاكوش خاوتي من عند الدخلة، هذه هي هاو الباسريل تاع الجامعة. جامعة غردية مديرية البيئة، ما شاء الله شوية الريح خاوتي برك. آه الله يبارك، هنا على الدخلة تاع غردية مديرين تشجير الله يبارك بقوة، ما شاء الله مليح. شوية كي ديما ديما يشم ولا يشوف الدنيا خضراء هكذا تروح شوية الصحراء، هذيك المنظر تاع الصحراء يروح مليح الله يبارك. أنا كاعت الجامعة غرسو نلقاو قدام نلقاو الدنيا شهبة، تشجير في الصحراء واعر خاوتي، مش روعة غير استجربك وخليها، والله ما تديها، لازم كي تغير الشجرة لازم تتبعها تسقيها وتتبعها دايما، صينا والله ما تنجح. الطبيعة هنا راهي المناخ قاسي، طبيعة قاسية وشنو هي، سورتو في الصيف اقسم بالله جهنم هنا، النار شعلة هنا، كون ما تغير الشجرة وتعطيها الماء استغفر الله ربي كل سمانة تعطيها مرة والله غتموت. نعم الكوتي ادروات مليح، من على لاكوش زيرو ما مش غارسين كانش. يا الله يا كريم، تفرج واحد الفيديو البارح في اليوتيوب تاع السفارة الأمريكية هذيك تاع اللي خدامين في السفارة، وكل راهم هنا في غردية المهم، البارح ولا أول البارح فرجتهم المهم راهم هنا في غردية، هم يدوروا في المرشية تاع غردية كيما راه سوق جحاو راهم ذم. لحقنا قريب اللازون تاع غردية، طريق مليح الله يبارك، ما شاء الله تمشي مليح نعمة ربي يبارك. هاي دوبل فوا هنا يحوسوا يكملوها دوبل فوا حتى تربط مع طريق ورقلة، ما شاء الله. شوفوا خاوتي هنا غارسين الأشجار تاع الفيكيس على دروات، جات روعة الله يبارك ما شاء الله.
الفرده يا خاوتي شفا لها من بكري عندها واخر عندها بزاف وهي تمشي بلا بريوريتي اغوش في الرومبوا عندها بزاف تقريبا من الاوائل الاولين اللي من الولايات الاولين اللي ابليكاو الشيء هذا بريوريتي اغوش شفا لها عندها بزاف ملي كنت نجي انا كنت صغير كانت هي في بريوريتي اغوش هذه لا زون تاع غرديه هي تجي على لاغوش تبدا من هي هذه لا زون داكتيفيتي تاع غرديه منطقه النشاطات غردية ثاني خاوتي عندهم التمر عندهم واحد النوعية يقولوا لها بتقبالة التمر مسمينا كما احنا نقولوا دقلة نور هما عندهم دقلة بتقبالة هذه ثاني فور خاوتي ما شاء الله المشكل انها قليل ما كانش بزاف زون تاع غردايا هذه هي على لاكوش جايه على لاكوش ما شاء الله هاي خاوتي الدخله تاع مدينه غردايا دوك نهبطوا في طريق الحدور هذاك الفيراج الحدور ندخلوا لكتاب ربي الى غردايا بسم الله يا ربي بسم الله يا ربي قال لي خاوتي قال لي واحد في الكومنتير واحد الفيديو من الفيديوهات انا عارف المخلوق هذا ما عارف العقيده تاعو ما عارف شنو هي ولا ما عارف المعتقد تاعو شنو هو قال لي له في فيديوهات خويا قال لي له ديما تذكر ربي قال لي خليك من ربي وهدرنا غير على المدينه قلت له انا ماشي الهضره هذه يا خويا قول ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله يا ربي العالمين هذه هي العقيده نتاعي خويا انا حبيت اتفرج مرحبا ما كانش كما حبيت خويا انا ما قلت لك تفرج بالذراع انا خويا عايش هذه حياتي تدبر عليا تسني قال لي لا تذكر في ربي قال لي قال لي هكذا دعا قال لي خلي يا ربي كوتي قال لي وهدرنا غير على الفيديوهات وعلى البلايز قلت له ماشي الهضره هذه تاعك خويا واش ديك الهضره هذه قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين هذه العقيده نتاع الانسان المسلم عقيده اهل السنه والجماعه اللهم اجعلنا منهم يا رب هكذا نجيو داخلين في الطريق تاع لي فيراج والحدور تاع الدخله تاع غردايا ها هي وين راهي بونورا تبان لنا من هذه العطف هذه العطف يتبان لنا لتحت من احنا نديماريو الطريق خاوتي هنا مولاها ما يلعبش يقلل من السرعه بورطون مش كيما كانت بكري كانت بكري طريق وحده دوكا مرجعوها دوبل كانت بكري خوف خلعه كي تجي هابطه هنا انا نحكي لكم على حكايه خاوتي هنا خطره بس ماش طريق تاع الدخله من الدخله تاع اليمين هي كاين دار على سيدي عباس طريق الشعبه كيما نقولوا سبيطار هذيك خاوتي هنا كاين ماجور جام سرجه راح له الفرع وهي كان طريق وحده اقسم بالله غابه قاربستر كانت راح تصرى الكوارث كاميو كبير ماغنوم مشارجي وراح له الفرع هذه الحدور شوف كيف تبدا الحدور خاوتي بصح ما مالغريتو راه يدوبلي بصح لا مولاها ما يلعبش بشويه يهبط بشوي هذه هي هنا يا ديريكت للرومبوا تاع الكارفور الرومبو تاع الكارفور اللي هي الرومبو تاع العطف هاي العطف تبان قدامنا خاوتي هذه مدينه العطف العطف من هي هذه بونورا اسمحوا لي خاوتي هاي استغفر الله هذه تخلطت لي من هذه بونورا العطف تجي مسميتها من هي هاي تبان من فوق احنا قدرنا هابطين في الحدور
مباشرة إلى الرمبوت على الكارفور. هاي خاوتي، هاي نورمال مو تبان جزء من المدينة. ها هو الطريق هنا لاباس، دوكا رجعوا دوبل. كانت وقفت خاوتي، كانت هذي نشفال هنا، كانت وحدة برك، الطريق وحدة برك، كانت تخوف. ها من الجبل الحفر والجبل منه وزادوا الطريق هذي، كانت وحدة من هي برك. هذه بني يزقن خاوتي، ها قصر بني يزقن. ها وجينا على لاكوش ما يبانش بهذا الكاميرا. هذه من الثانية هذي تابعة كل بني يزقن. بسم الله يا ربي. هذه بني يزقن، ها ورا قصر مليكة يبان من بعيد. ها حي مليكة. هذا يا خاوتي الرون بوان تاع العطف. اصبروني يا خاوتي نفوتوا البراج ونتلاقاو مع بعضنا على كتب ربي. ها يا خاوتي هذه هي الرون بوان تاع الكارفور. هاكم تشوف فيها خاوتي ديريكت منا على لاكوش ندخلوا سونتر فيل تاع غردايه، ومنا على دروات نروحوا للعطف، وديريكت سيدي عباس، سيدي عباس ونخرجوا من غردايه باتجاه بوهراوه ثم بريان. ها هذا واد مزاب، هذا هو الواد اللي دار الكوارث واحد العام في الدوميل ناف كيما حفا كيما حمل الواد. ها هذا هو اللي رانا في القندره تاعو، هذا هو اللي دار الكوارث في الدوميل ناف. هذيك انا حاضر، انا هنا كنت حاضر، كنت هنا كيما فاضل الواد هذا عنده مدار في العيد الصغير. قد نشفى له الضربه هيك العيد قريب العيد، لو قالوا نهار لا يومين العيد اخر رمضان في الدوميل ناف. هذه هنا خاوتي يقولوا لها سيدي عباز، هذه هنا سيدي عباز، ها هي بلدية بونورا. هذه من الطريق الفوق يقولوا لها الشعبة، ها وراها زكي والجماعة. سيدي عباس كاين دي ريستورون نعم، ولا هي كل قهاوي هذه باينه تاع مول طريق. وكان منعوا لهم اللور، كان اللور يفوت من السميات الكبار وكان منعوهم كي خرجوا لهم طريق كبيرة من طريق اللور، السميات منعوهم منها. هذه هنايا ايوا ما شاء الله. جو هي الخاوتي يعني مولاها تاع دوران تاع مولاها يجي يجي يحوس في الصحراء، هذا هو وقت التحواس في الصحراء. يجي يتحمم هنا في زلفانة فور فور. هذه الرومبو هنايا رومبو صغيرة، هذه كيما راهي الكهرباء استنى تشوف. هذه هنا سبيطارة والهي هذه يقولوا لها الشعبة كيما دارت الكار. هذه هنا كاينة كار، هنا نخرجوا ديريكت فوالا. هذه العقبة تاع بوهراوة، غردة تدخل لها بالعقبة وتخرج لها بالعقبة. هوتيل اون باس لينا، هوتيل ديل بيدر، اروع الله يبارك. هكذا رانا طلعنا، خلينا غردية لتحتنا، هاي لتحت غردية. لا كلينيك تاع الواحات، هاي لا كلينيك تاع الواحات تجينا منا، هاي وراي اون باس لينا. ناس نفوتوا البراج خاوتي ونتلاقاو، هاي لا كلينيك تاع الواحات نشوفوها قبل. هاي ها استنى نفوتوا البراج اللي هذي، ها ما كان حتى واحد. ايوا لا خاوتي هنا يعيطوا له هذا الحي، حي بوهراوه هنا. ها من وراء يبدا حي بوهراوه خارج نتاع غردايا. What?
اي هذه حي بهروة، هذا تبنى كل بنيان جديد، هذا كل خاوتي ما عندوش بزاف، عنده واحد 10 سنين 15 سنه من 2005 وروح. هذا قبل هنا كانت هنا هذه كل صحراء، هنا ما كاين والو، كاين يخرجوا من هي من الخرجه نتاع كيما راه هذا وين لا كلينيك تاع الواحات، هنا ما تشوف والو. ها الله يبارك دوكا، الله يبارك دوكا مدينه هنا، كانوا هنا غير لي بارك تاع تاع الطوبه وتاع البني دوك، الله يبارك هاي ولات مدينه ما شاء الله. قاعه الحفلات اميره، مقهى، مطعم، سوق السلام، سوبر مارشي، الله يبارك ما شاء الله. هنا يا بوهروة، هذه كل حي بوهروة، هذه كل جديدة خاوتي. ها طاحت المطر هنا الله يبارك الصباح، شوفوا خاوتي الدنيا ما طريقي فيها الماء، فيها القلت تاع الماء ما شاء الله. الدنيا هذه هي الدنيا خاوتي، الدار انا في الخرجه تاع بوهروة.